عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. عشر والخاص باللي قايل قعدان هنا المهجنات الاصايل بشعارات ابناء القبائل، ولا زال توقيت الزمن صامدا تحت اقدام ريما للسيد عبد الله بن سعيد بن محمد بن مروشد من سجلت 5:09 وجزء واحد من الثانيه، هو توقيت الزمن ايضا لريما الافضل يعتبر في هذا الصباح حتى هذه اللحظة. نسير معكم هنا بالانطلاق ونتابع صدارة هذا الشوط، ونتابع هنا نتابع الضفيع عتيق بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكديدة من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا معزم خليفة بن محمد بن سالم الدرعي من يأتي هنا شعار بن سويلم على ثاني المراكز، والمركز الثالث عنيد عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة لجتبي، والوصول من سكر جابر بن علي بن حمد العويسي من ينطلق على المركز الرابع، والمركز الخامس المتحد المسلم بن رملي بن محمد العامري، بينما المركز هنا السادس والقادم هنا الذرب سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، بينما من الجانب الاخر ممدوح عبد الله بن سعيد بن غرير لجتبي من يقدمه هنا بهذه الانطلاقه على سابع المراكز، والمركز الثامن مرعب العيلان بن سعيد بن سيف بن معضد المشغوني من ياتينا بهذه الانطلاقه ثامنا، وعلى المركز التاسع ياتي السليماني على تاسع المراكز لحمدان بن حمد بن راشد بن غدير وكفو حمد بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، وهي من أسماء خلف المراكز العشرة الأولى أيضا تتواجد هذه الانطلاقة. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة وإلى المركز الأول والمندفع بصدارة هذا الشوط. أضفي من يأتي على الصدارة وعلى المقدمة، عتيق بن سيف بن عبيد بالكريدة الفلاسي منطلقا على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. المركز الثاني عنيد عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة لجتبي، وهنا القادم ممدوح هنا عبد الله بن سعيد بن غرير على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا يأتينا بهذه الانطلاقة ذرب لسلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري من ينطلق على المركز هنا الرابع مع ذرب بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل وتحدياته. الوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام من المتحد هنا سليم بن رملي بن محمد العامري القادم بهذه الأداء الجميل، بينما هناك يأتي السليماني لحمدان بن حمد بن راشد بن غدير لكتبي بعد الكيلو متر الأخير بهذه الانطلاقة والأداء. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى هنا الضفي على الصدارة، الضفي على المقدمة لعتيق بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكديدة من يأتي هنا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. نتابع هنا المركز الثاني، عنيد 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 عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة لجتبي، والقادم ذرب قادم بكل قوة، وعين أيضا على المقدمة ذرب لسلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، ووصل السليماني لحمدان بن حمد بن راشد بن غدير لجتبي القادم. هذه اللحظات بهذا الانطلاق الجميل، وهنا الوصول من موج مصلح بن سعيد بن حمد المنصوري من يقدم موج. هذا الانطلاق والاداء ما شاء الله، عين على الصدارة، موج 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 موج
هنا المقدمة عنيد عنيد وذرب عنيد وذرب واللحظات الأخيرة عنيد وذرب السلام الله اللحظات الأخيرة هنا بالتحدي ولكن عنيد 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 هو الأقرب من الفوز وللناموس تهانينا هنا على عبد الله بن المربى سعيد بن حلوة الكتبي سلام القواني المركز الثاني ذرب السلطان سعيد بن غانم الهريو ويأتي ناموس مصلح بن سعيد بن حمد المنصوري والسليماني الحمدان بن حمد بن رايد بن غدير وياتي ضفي أتيك بن سعيد بن عبيد بالكديدة على المركز الخامس. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام 6 دقائق 4 ثواني 4 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام عنيد. تهانينا لعبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة لاكتبي بينما أتانا مشاهدين الكرام ضرب هنا لسلطان بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري هنا رحم العرقلة التي وقعت له 6 دقائق 4 ثواني 7 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني أنينا وناموس. أما المركز الثالث كان من نصيب موج لمصلح بن سعيد بن حمد المنصوري بتوقيت الزمن مقداره 6 دقائق 5 ثواني جزء 1 من الثانية. تهانينا وناموس تهانينا للجميع. نسير بحضراتكم إذن مشاهدين الكرام مع بداية الجولة الرابعة في هذا الصباح مع هذه الفئة العمرية سن اللقاية. منافسات بلا شك شيقة وأداء ممتاز من الجميع بالمشاركة المميزة.